السلام عليكم متتبعي قناة كويزين أم راسيل، ومع فيديو جديد اليوم كتتم سلسلة تجهيزات العروس المغربية. هذا الفيديو هذا بالضبط غادي نقدم لكم فيه الهدايا ديال العرسان ديالنا. حاولت في هذا الفيديو هذا نعطيكم بعض الافكار، الى حرصتوا انكم يعني تعطيوا هدايا في شي حفل زفاف للاحباب ديالكم، نعطيكم يعني افكار ديال الهدايا اللي ممكن تقدموها. بالنسبه لهذه، هذه مجموعه ديال الكؤوس ديال الشاي كيجيو على هذا الشكل. هذا تقدمت يعني كهديه للزفاف ديال الاخ ديالي. هذه كما كتشاهدوا، هادو جوج ديال البلاطويات ديال المرايا بهاد العماير ديالهم مزاج انيقين، يعني اللي بغى يقدمهم كهديه راه فكره زوينه بزاف وراقيه، وموجودين في السوق باشكال واحجام يعني متعدده. هادو برارد ديال الفضه تقليديين اصيليين، صراحه عجبوني بزاف بزاف. هادو جوج برارد، ثم كتشوفوا الشكل ديالهم رائع، فيهم هذيك شوشه يعني ممكن تحيدوها من تبغيو تغسلوه من الداخل. كيفاش الشكل ديالو؟ درت انايا هذيك القضيه هكا ديال المهم على سبيل الضحك وصافي. هذا الاخر الصراحه في هذا الفيديو انا راه بينت لكم كل شيء بخطوه بخطوه، يعني ما يعني كل شيء شاركته معكم. يعني حاولت انني يعني اللي حارت مثلا شنو اللي تقدم ولا شنو اللي تشري اللي تقدم كهديه ولا اللي تشري في جهازها. هادو بعض الافكار. هذه مبخره ديال الضو، يعني البخور حتى هي زوينه بزاف. هذه ساعه حائطيه، كفكره دابا غادي نحل معكم هاد المنطه. هادي هاد المطلة رطبه، ويعني في داك اللون رائع، يعني يمكن تقدم العرسان في اللون الابيض، فيها هذاك الطرزه هكا يعني في دوغي، وحتى يعني داك لي موتيف اللي كاينين في المنطه رائعين صراحه، زوينه بزاف عجبتني هاد المطلة هادي. وبطبيعة الحال ما يمكنش اي عروس يعني يكون عندها الداز ديالها يعني ما يكونش فيه هاد ليزار هذا التقليدي، يعني بالطرز هذا، طرز الحساب كنقولوا ليه طرز الحساب. اختارت هاد اللون هذا، ورا مع الضو كيبان اسود، ولكن هو راه اللون ديالو كنظن مارون. المخدات ديالو، وكاين فيه حتى داك المزود اللي تنقولوا ليه المزود كيكون طويل. المهم هذا هو الشكل ديالو من بعيد كي تيجي. هذه واحد المنطه واحده اخرى. بالنسبه يعني الا بغيتوا تقدموا، انا كنصيحه بالنسبه مثلا الا بغيتي تقدموا المنطات في الاعراس هكا يعني العرسان، حاولوا تختاروا الوان بحال هكا، يعني يكونوا الالوان فاتحه، حيت بعض المرات كنشوف هكا يعني شي منطات يعني كيديوهم الناس يعني كيقتنيوهم كهدايا، يعني الوانهم
يعني صراحة ما زويناش، يعني نحاولوا أننا ندخلوا للعرسان ديالنا شي حاجة تكون مبهجة مفاتحة تخلي عليهم بالصحة والسلامة، يعني في الأول بحال هكا، يعني هاد اللوينات هكا يعني زوينين. غادي نشارك معاكم حتى هاد الزريبية هادي، حتى هي بدل اللون هذا كما كتشوفوا اللون بيج. الشكل ديالها ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نحلو هاد الهدايا هادو، نشوف شنو فيهم. ايوا اللي كيعجبها تحل الهدايا بحالي تجيبي تجي حدايا. المهم هادو كنظن الوان ديال البديع، هذا صحن ديال تقديم ديال الحلويات لي طاجير، هادو جوج ديال الطباسل مربعين ديال البديع في اللون الابيض، وهادو جوج يعني في مستطيلين على هاد الشكل هذا زوينين. هذا كاس ديال الشاي او القهوة، هادو هنايا لي طاس ديال القهوة الزجاجية ديال الزاج، ستة ديال الكؤوس، هادو هنايا كؤوس زجاجية لتقديم هكا الديسير أولا يعني العصير، متعددي الاستعمالات، مهم رائعين زوينين. وهادو طبيصلات ديال البديع اللي كنلقاوهم موجودين في أي بيت مغربي ضروري، السيدات يعني عزيزين عليهم حال هاد الكؤوس، هادو موجودين وعلى أشكال و يعني أحجام متختلفين. هادو ستة ديال الكؤوس، يعني ماشي كؤوس، يعني ديال الطبيصلات. وهادو هنايا دي فيغين ديال الزاج اللي كنقدمو فيهم المكسرات ولا مملحات، او لا يمكن لينا نوضعو فيهم شميعات ونمرون باش نحلو يعني هاد الهدية التانية. بالنسبة لهنايا كاين عندنا تبصيل ديال التقديم ديال البديع، وهادو زليفات ديال الشوربة، كنظن ستة ديال الزلايف، هادو كؤوس ديال الشاي، فيهم 12 الكأس. عندنا هادي ديال السلاط، وعندنا هاد ديال الفرن، صحن ديال الفرن بالنسبة للكغاتان ولا الكيك، صراحة زويونين هاد الأواني هادو، دخل عليهم بالصحة والسلامة. وكان هذا هو الفيديو، وكنتمنى هاد السلسله اللي قدمت لكم تكون نالت الاعجاب ديالكم. حاولت انني نقربكم من اجواء العرس ديالنا المغربي المراكشي وهذه شاركت معكم الحنه اللي درت،
و الى عجبكم هاد الفيديوهات خليو ليا تعليقكم.